سؤالي، المباريات الاولى بالنسبه للانديه الكبيره، الاهلي مع المصري او الزمالك مع بيراميدز، استاذ رضوان شايف البدايه بالنسبه للفريق بداية الاول؟ قوية جدا ومثيرة وساخنة، يعني انت بتكلم اهلي ومصر. المصري طبعا عامل تدعيمات كبيرة جدا وعنده طموح ان هو ينافس كمان. زمالك وبيراميدز قمة مبكرة، يعني الاتنين قمتين مبكرتين جدا في الاسبوع الاول، ده بيعمل المنافسة. لكن احنا بنتكلم طبعا الاهلي وزمالك في الاسبوع العاشر، احنا بنتكلم ان الدوري يعني هل هيستمر بهذا المستوى؟ يعني طبعا حته الانتظام ديت هي اللي هتاثر طبعا، ده يعني. مهم انا جدا. هبدا قوي، طب وبعدين بعد كده؟ هو احنا ننتظر طبعا، نتوقع ان الدوري كله هيكون في نفس، لان في انديه دعمت نفسها بشكل كبير خلي بالك جدا. احنا عندنا اهي ده، هو انا بتكلم كانت المفروض تطلع بس اهي معانا اهو، والراجل اللي هو بيقول الكلمات بتاعته وهو بيشرب الشاي. ابص كده ولا بص كده يا جماعه؟ طيب اهو هو الراجل اهو، واضح انه كمان سعيد بالتواجد، شرب الشاي الكشري، منتظرينه بقى ايه يعمل كشري في الملعب بقى لازم جاي بقى. يعمل كشري. لو قهوة بلدي مية مية. لا الكشري بقى بالشطة يعني. يعني اكيد جماهير الاهلي منتظرة. استاذ رضوان كنا احنا نكمل كلامنا. بنتمنى له طبعا التوفيق، وخصوصا في طبعا في البطولات الكبيرة، كأس العالم للأندية، الدوري الافريقي طبعا، ده لان دي حاجات الماتش نتائج. الجاي هو الاهلي بيحاول يقيده في القائمة بتاعت هو ممكن لو هو جاهز اتحاد بدنيا، العاصمة لو هو الجزائري جاهز بدنيا ممكن الراجل يدفع بيه. لو هو جاهز بدنيا صح ممكن يدفع بيه في ماتش. في ناس تقول لك الصفقات الجديده ما دخلهاش في الماتش، يعني ماتش على طول كده لا، لو هم هو جاهزين جاهز. بدنيا، لو هم جاهزين 18 بدنيا. لاعب انت عارف؟ نعم 18 لاعب بس. طبعا هو هيدخل مكان حد، هيدخل مكان حد، لا اما عمرو السوليه، لا اما حد تاني من الدفاع، محمود مين؟ حد مصاب، حد مصاب اسمه هو مفيش رحمن. حد غير سلية تقريبا هو المصاب، ما عندناش الاهلي، ما عندناش الدفاع في حد، لا حد في المدافعين مصاب. مين؟ محمود متولي. متولي محمود متولي. هو هيدخل مكان واحد من دول. نشوف ان شاء الله لو هو جاهز طبعا بدنيا اكيد هيدفع بيه. طيب اخد رايك استاذ ايمن على المباراه الاولى للدوري. لا هي بدايه ملتهبه، خاصه مباراه بيراميدز والزمالك دي، يعني بترجعنا تاني للمنافسه اللي بينهم كانت على المركز الثاني. وانا شايف طبعا في ظل الظروف اللي بيمر بها الزمالك، هي طبعا هتكون اقرب لبيراميدز. عمل تدعيمات، عمل صفقات، خد اتنين من نادي الزمالك برضه، كل ده هيصب في صالح بيراميدز. لكن انا شايف الاهلي والمصري مباراه برضه صعبه للفريقين. الاهلي والمصري عملوا ماتش كان صعب جدا في الكاس تقريبا، في الكاس نهايه الموسم او الكاس. وعلي ماهر هيحاول يظهر بصمته، لكن انا شايف ان يعني نتمنى ان احنا نشوف مباريات نستمتع من اول ماتشات يعني. لكن برضو خليني برضو اقول انه في لعيبه مش هتبقى اندمجت قوي، لانه خلي بالك المباريات القويه في بدايه الموسم لسه اللعيبه بتكون لسه الصفقات ما او التجانس اللي بين الفرق او العوده برضو كمان. خلي بدايه الدوري ما بتبقاش خلي بالكم احنا عندنا كاس افريقيا في الدوري هيقف. ما انا بتكلم، هو صح بتكلم كاس افريقيا هيقف، وتصفيات كاس العالم هيبقى في ماتشات الاجنده الدوليه بس يعني بس كاس بيبقى مده طويله. لا انت هتغيب شهر لو انت كملت، يعني لو وصلت ان شاء الله النهائي هتقف حوالي شهر. صح، هذه دي مشكله الدوري. مشكله ما كلهم وكل الدوريات في العالم كده يعني، وكل الدوري. لا بس انت في الدوريات في العالم كده. بالدورات بتقف مثلا في البطولات الكبيره يعني. وبعدين انت البطولات برضه احنا عندنا عيب في افريقيا يعني. يعني انت مثلا كاس العالم بيبقى بعد نهايه الموسم المحلي، كاس الامم الاوروبيه بيبقى بعد نهايه الموسم المحلي، الماتشات اللي هي الدوليه في يناير. الدوليه نعم افريقيا في يناير، انت بتعمل في يناير بس. هو عشان دمرت درجه الحراره وهم كانوا فكروا وعملوها كده كانت صعبه جدا. بص يعني بص بتدمر انت الموسم المحلي عندك في الفريق. انا 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 شايف انه تجربه كاس العالم اللي اتعملت في قطر وانها في يناير كانت مفيده جدا ومن افضل التجارب. لا